السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك وخليلك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قصة هزتني لما سمعتها، قصة تهز أي قلب لما يسمعها. قصة أخ كان أخوه غني وعنده عقارات وأطيان وأموال وعمارات، وكان طمعا في مال أخوه. أخوه مات معرفش ياخد حاجة من أخوه، وقف على القبر وأخوه بيتدفن يبكي قدام الناس يقول لهم أخويا حبيبي أخويا أنا نفسي أودع أخويا، أنا وهو الوحيدنا بس في القبر، أنا عايز أنزل التربة محدش ينزل معانا، وأخويا أخويا حبيبي أودعه لوحدي أنا وهو بس. الناس سابوه ينزل القبر مع اخوه لوحدهم. نزل القبر كان محضر عقود بيع وشراء معاه مجهزها، وفك الكفن على اخوه في ثواني، وطلع صابع اخوه وحط الحبر عليه وبدا يبصم اخوه على عقود البيع والشراء، وهو بيبصم اخوه مات. سبحان الله العظيم. وهو بيبصم اخوه ملك الموت نزل اخذ روحه، وهو بيبصم اخوه روحه نزعت من الحلقوم صعدت الى الله سبحانه وتعالى. الراجل ده ما اتعظش يا اخوانا، ما اتعظش بمنظر العظم والاكفان الممزقه والمسوده حواليه، ما اتعظش بجثه اخوه اللي كان لحم ودم عايش وبيروح ويجي قدام عينيه امبارح، ما اتعظش بمنظر القبر والكفن. الراجل ده ما اتعظش. ايه ده؟ قلت سبحان الله، ايه الغيبوبه اللي وصلنا لها دي؟ ايه الغيبوبه اللي بقينا فيها دي؟ الغيبوبه ان المجتمع عاد للاسف الشديد معظمه عايش فيها. غيبوبه بتبدا من اول سن الطفوله، تلاقي الاطفال ماشيين في الشوارع، الطفل في غيبوبه، الاطفال ماسكين المحمول وقاعدين يلعبوا بالرنات وقاعدين يتفرجوا على الكرتون بتاع هركليز وسبيستون وقنوات الكرتون، الاطفال نفسها طفولتها اتقتلت. الاطفال يكبروا الغيبوبه تزيد ما تقلش، يوصلوا لثانويه عامه تلاقي الطالب بتاع الثانويه العامه ماسك الكتب والكراريس بتاعته وقاعد يجري من درس لدرس لدرس لدرس، ما بيستريحش ما بينامش، يرجع بالليل مقتول ابوه يقول له هقطم رقبتك لو ما قعدتش تذاكر اخر الليل. يفضل يذاكر يصحى تاني يوم مش شايف قدامه، ولا صلى ولا عمل حاجه ولا فكر في اخرته، وقعد في الدوامه ده سنتين لغايه ما يطلع من الغيبوبه بتاعت الثانويه العامه يدخل الجامعه. الغيبوبه تزيد يا جماعه ما تقلش للاسف الشديد. لو بنت تبدا تدخل في غيبوبه فتى الاحلام والبادي والجنس والمكياج، والفتى الاحلام اللي هيجي ياخدها على الحمار الفراري ولا هيجي ياخدها على الحصان اللانسر، ولو هو شاب يبدا يدخل في الغيبوبه بتاعت السجاير والمخدرات والقعدات والسهرات والنوادي والكليبات، ويبدا يدخل في غيبوبه تلاقي شويه شباب قاعدين على البلاي ستيشن وشويه في النادي وشويه في القهوه وشويه على الجيمز وشويه على الشات وشويه على في المصايف. ايه ده؟ والشاب نايم يحلم نص احلامه في البنت اللي بيحبها تقول له ايه بكره، والنص الثاني في السيجاره الملغمه هيحصل عليها ازاي. ويكبر ويتخرجوا من الجامعه تزيد الغيبوبه اكتر، تلاقي الشاب قاعد على النت قاعد يشيط مع اي بنت امريكانيه، يمكن يقع في بنت امريكانيه تبعت له دعوه يروح يغسل صحون هنا في امريكا ولا حاجه، او متشعلق في اتوبيس طالع على الساحل الشمالي يمكن يلاقي وظيفه غسل صحون في اي فندق في الساحل الشمالي، يتعرف على سائحه اجنبيه عندها 70 سنه ترضى انها تتجوزه وتاخده بره، او ماسك السي في بتاعته وقاعد يلف على الشركات ما فيش شركه راضيه تقبله لغايه ما يقعد على القهوه في الاخر محبط مش لاقي حاجه يعملها، وهي قاعده تلف على فساتين السواريه تدور على اسوأ فستان تلبسه في فرح صاحبها اللي هيتجوز الليله. كانوا اصحاب في الكليه ساعه المشي الرحلات والفسح كانت حبيبته قوي، انما ساعه الجواز ما افتكرهاش، ما حدش منهم افتكرها ساعه الجواز، وكل يوم واحد من اصحابها يتجوزه وينساها وتروح الفرح بفستان سواري جديد لعل حد يبص لها المره دي على انها تنفع زوجه. يكبروا هما الاثنين، ده يتجوز وهي تتجوز ويخلفوا ويبقى هو اب وتبقى هي ام، وتزيد الغيبوبه. تلاقيه ماشي اب ولكن الهم مالي وشه، الهم مغرق حياته، اعمل ايه؟ ازازه الزيت بقت بكام؟ ده رغيف العيش ده رغيف العيش بقى مشكله في حياتنا، والولد اللي عايز كارت محمول كل شويه اجيب له منين؟ والبنت اللي عايزه دروس خصوصيه اعمل لها ايه؟ وساعه البطش تلاقي الهم ده كله راح، يقعد يتفرج على 10 لعيبه كانهم ال10 المبشرين بالجنه، ويتفرج على حارس المرمى كانه حارس حمى الامه، ويتفرج على الجماهير في المدرجات كانها المهاجرين والانصار رايحين يؤازروا المنتخب القومي، ولما يجي
يكون ينسى الدنيا واللي فيها، كأن نصر تاريخي حصل في تاريخ الأمة بتاعتنا، وقاعد كل شوية لما يفوق بالماتش يبص لبنته اللي لسه ما اتجوزتش هجوزها ازاي، وبنته المخطوبة اجيب لها عفش يرفع راسها قدام عريسها ازاي، وابنه اللي اتخرج لشغلانة ولا لاقي وظيفة اعمل له ايه، وتلاقي قاعد مهموم وشايل هم الدنيا كله. غيبوبة يا جماعة، غيبوبة. المجتمع الوقت بقى عايش في غيبوبة للأسف الشديد، وفي وسط الغيبوبة دي الأب قاعد يتفرج على الماتش، بنته نازلة لا باصل الاسترتش اللي هي لابساه، ولا البرفان اللي هي حطاه، ولا المكياج اللي هي رسماه، ولا الرنة اللي جات لها قبل ما تنزل دي رنة من مين، ولا هي رايحة فين، ولا هتيجي امتى، ولا بص لابنه وهو طالع شاف اخته بالمنظر ده ما بصلهاش، ابنه طالع عينيه من تحتها سودة وشفايفه سودة والسيجارة في ايديه ما بصش لابنه، ولا شاف السيجارة دي جواها ايه. غيبوبة يا اخوانا. المجتمع الوقت بقى فيه جزء كبير جدا عايش في غيبوبة. هنفوق امتى؟ درس الليله محاوله ان احنا نستيقظ، محاوله ان الواحد يفجر الكبت اللي جواه لما بيمشي في الشارع. احنا ماشيين في سلسله، ولكن احيانا لازم نتوقف، لان الهم اللي بيصيب الانسان اللي بيمشي في الشارع دلوقتي ويشوف احوال المسلمين وشباب المسلمين لازم واقفه. انا اكلمكم الليله عن موضوع في غايه الخطوره، موضوع من اخطر ما يكون. عارفين اكلمكم عن ايه؟ عن اخر خمس دقائق قبل الموت. ايه اخر خمس دقائق قبل الموت؟ يعني ايه اخر خمس دقائق قبل الموت؟ اخطر خمس دقائق في عمري وعمرك. اخطر خمس دقائق ليه؟ اول حاجه لانهم بيجوا فجاه. فجاه ازاي؟ هي لحظه، هي لحظه كلام حم بالبصر، في لحظه تغمض عينك وتفتحها تلاقي نفسك في عالم تاني بتتحسب ما بين ملكين. هي لحظه زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا، انقطاع، عارف لما كل حاجه تقطع فجاه، النبض قطع، الجسم بيستغيث من القلب، هات نبضه واحده بس بالدم خلاص رزق النبض اتقطع، النفس هتموت عايز نفس واحد خلاص رزق النفس اتقطع. ان العبد المؤمن، العبد قبل مؤمن او فاجر، عبد كان عارف انه عبد. هي دي المشكله يا اخوانا، ان واحد عارف انه عبد وواحد ما عارفش انه عبد، واحد فاق وواحد ما فاقش، واحد لحق وواحد ما لحقش، في واحد ما بيفوقش غير لما يصلي على واحد صاحبه، واحد ما بيفوقش غير لما يتصلي عليه، واحد ما بيفوقش غير وهو نايم على سرير المرض، واحد ما بيفوقش غير وهو تحت التراب. طب قيمتها ايه؟ قيمتها ايه ان انا صحيت بعد ما كان القطر ميعاده فات؟ قيمتها ايه ان انا صحيت بعد وانا تحت التراب خلاص؟ افمن يمشي مكبا على وجهه ماشي قاعد يقع على وشه ويقوم ويكمل برضه؟ طب انت بتكمل ليه؟ انت واخد سكه المعصيه كلها وقعت على وشك بتكمل ليه؟ يدخل علاقه حب يسقط سنتين ويخسر فلوسه وتتحطم نفسيته ويقوم ويكمل برضه، تدخل علاقه حب وتفاجئ ان هو خانها وراح يتجوز واحده تانية وتقوم وتكمل برضه في طريق المعصيه، يشرب مخدرات ياخد جرعه زايده يتنقل العنايه المركزه يبقى هيموت وينقص باعجوبه ويقوم ويشرب تاني ويكمل برضه، مش راضي، وتيجي تكلمه يقول لك انا احسن من غيري. يعني احسن من غيري؟ يعني لو واحد صلى الظهر اربع ركعات، واحد راح دخل يصلي الظهر صلى ثلاث ركعات يقول لك انا احسن من اللي ما صلاهوش؟ لا، انت واللي ما صلفوش واحد. الظهر اربع ركعات، ربنا له مراد، ربنا طلب منا طاعه معينه، التزام معين لازم نؤديه كامل يا اخوانا. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع، انقطاع يعني ايه؟ يعني لحظه، لحظه يا شباب، لحظه يا جماعه، والله العظيم الوقت لما بتدبر وتامل الاقي ان اقل سبب للموت هو النوم على فراش المرض. اقل سبب. قعدت افتكر الجنازات اللي الواحد صلى عليها الفتره اللي فاتت، الاخ فلان الله يرحمه اللي كان بطل في الرياضه وكان في شبابه الاول على الجمهوريه في الرياضه سبحان الملك، وفجاه يصلي الفجر يحس بنغزه بسيطه في صدره يميل على سجاده الصلاه يموت سبحان الله في لحظه، في لحظه. وفلانه الطالبه الجامعيه اللي ماتت في لحظه، وفلان الطالب الجامعي اللي مات في السكشن بتاعه، وفلان اللي جابوه جثه من الجيش حصل له صعقه كهربائي وصلينا عليه، وفلان اللي كان مات في حادثه، وفلان ايه يا جماعه ده؟ عاد اقل سبب للموت هو النوم على فراش المرض. اخر خمس دقايق قبل الموت فكرت فيهم؟ فكرت فيهم؟ مين فينا فكر فيهم يا اخوانا؟ مين؟ ساحة الحرصة والله العظيم كان الواحد زمان اول الكلية كان اكبر دافع للالتزام وهم اخر خمس دقايق قبل الموت. كنت اقعد افكر طب انا لو عشت حياتي زمان عايز ساعة ما اموت وشريط حياتي يتعرض قدامي كل المناظر تتعرض عشت زي ما عشت وعملت اللي انا عايزه ووصلت اللي انا عايزه وبعدين ذهبت لذتها وبقيت حسرتها، طب وبعدين؟ وبعدين يا اخوانا لما تيجي تفكري كده تلاقي ان ربنا لما بيسحب الروح من الجسد بيسحبها مش مره واحده، واحده واحده. الروح تتاخد من الرجلين، من الصدر، من البطن، من الايدين لغايه ما توصل للحلقوم والتراقي. يبقى الانسان نايم لسه واعي وعارف ان روحه بتتسحب، ولكن بيبص على جسمه، جسمه مات خلاص، ايديه ماتت، رجليه ماتت، صدره مات، وهو الروح متعلقه ان اول ترسه ما خرجتش. ليه ربنا بيخلي الانسان قبل ما يموت يشوف جسمه وهو ميت
ولسه الانسان ما ماتش. عارفين ليه؟ عشان ربنا يقول لك ايديك ده كانت من ساعات طلع امرك، لو عايز تسبحني عليها ليل نهار سبحني. رجليك ده كانت من يومين طلع امرك، عايز تقوم الليل عليها قوم، عايز تروح للمسجد عليها روح، عايز تروح دروس العلم والوعظ عليها روح. كان جسمك ده كله تحت امرك، ضيعته ليه؟ اخر خمس دقايق قبل الموت مشهد الحسرة. ولما الانسان بيموت فجأة عامل زي طالب قاعد في الامتحان والورقة اتشدت فجأة. طب استنى، طب خمس دقايق، طب عشر دقايق، ولا دقيقة واحدة. مين فينا يستحمل كده؟ الستوب ووتش بتاع عمري وعمرك وعمرك اللي لما يجي عند ساعة الصفر الله اعلم لحظة الصفر دي هنكون على طاعة ولا هنكون على معصية؟ هنكون على ايه يا جماعة؟ ملك الموت هينزل ياخد روحنا على ايه؟ هياخدها على طاعة ولا على معصية؟ لازم نفكر يا اخوانا. الخواتيم يا اما وسام شرف بيتعلق على صدورنا نقابل بيه ربنا، يا اما وصمه عار على الجبين يندى ليه الجبين يوم القيامه. هنقابل ربنا نقول له ايه؟ وانا راكب مع سواق تاكسي وحود مخالف من شارع رئيسي لقى عربيه المرور في وشه، نزل الضابط مد ايده لسواق التاكسي اداله الرخصه مشي. قلت سبحان الله، طب ما انا ركبت مع سواقين تاكسي لما الضابط قال لهم الرخصه ما رضوش اديها له، اشمعنى ده اديها له على طول؟ لانه ضابط متلبس. مصيبة موتة السوق ان هو الواحد ضابط متلبس. الممثل اللي من كذا سنة مات في قط الزنا ده ضابط متلبس والعياذ بالله. ده يقابل ربنا يقول لربنا ايه؟ ده يقول لربنا ايه؟ المشكلة يا جماعة ان اخر مشهد لينا قبل الموت هو اول مشهد لنا يوم القيامة. اللي انت مت عليها تبعث عليه. المشهد الاخير ليك في حياتك هو المشهد الاول ليك في الارض على الله. المشهد النهائي الختامي للمسرح للفيلم للحياة للاحداث بتاع دنيتنا هو المشهد الاول لنا في الاخرة. هنقابل ربنا بايه؟ هنبعث من ايدين ربنا باني مشهد يا اخوانا؟ هنقابل ربنا باني مشهد؟ عايزين نفكر، عايزين نقف مع نفسنا واقفة، عايزين نقف مع نفسنا واقفة في الموضوع الخطير ده. انت الوقت لو انت طالب بتذاكر كل يوم 15 ساعة وانا فت عليك 90% هلاقيك بتعمل ايه؟ بتذاكر. ليه؟ لانك انت معظم يومك بتذاكر. اهو لو انت حياتك كلها طاعة وملك الموت نزل هينزلك على ايه؟ على طاعة. طب لو حياتك كلها معصية وغفلة وملك الموت نزل هينزلك على ايه؟ على غفلة. عايزين نفوق يا اخوانا، عايزين نستيقظ. الغيبوبة اللي بقت في قلوبنا ديت معرفش الغيبوبة دي سبب ايه؟ غيبوبة ازاي ومعنى القرآن؟ غيبوبة ازاي؟ خواتيم السوق والخواتيم الفجأة بقت احداثها لا تحصى. الثلاث صفحات الوفيات اللي بيجوا كل يوم في جنازة الاهرام بقى قد ايه نسبة منهم خواتيم فجأة؟ ناس ماتوا فجأة قد ايه يا جماعة؟ طب ليه يا رب؟ ليه الرسائل دي كلها يا رب؟ عشان نفوق من الغيبوبة دي. عشان كده انا قبل ما ابدأ درس الليلة انا عايزك تقسم الشاشة الوقت نصين. انا عايزك تقسم الشاشة معايا نصين، نص تفتكر معايا المغني المطرب فلان الفلاني اللي عاش طول عمره ماسك العود بيعزف عليه وبيغني على المسرح قدام الناس، ولما ملك الموت نزل خد روحه، خد روحه وهو ماسك العود وبيعزف على المسرح قدام الناس. والنص التاني مشهد شفته بعيني على شبكة الانترنت، احد الدعاء الى الله كان بيدي درس في مسجد ومتصور فيديو، واحد يتكلم عن ربنا يتكلم عن ربنا يتكلم عن ربنا، وفي اخر الدرس فجأة تبص له تلاقي عينيه غربت كده في لحظة وراسه وقعت على كتفه سبحان الله العظيم. مات في لحظة، في لحظة كأنه روحه خرجت تسيل كما تسيل القطرة. قلت سبحان الله، ده عاش على الغنى فمات عليه، وده عاش على الدعوة فمات عليها. انت عشت على ايه؟ انت عايش على ايه؟ اختار موتك من الوقت. اللي انت عايش عليه هو اللي انت هتموت عليه. مشهدين ما نفهمش ابدا، مشهدين. انا عايزك تقسم الشاشة نصين تاني، انا عايزك تفضل قسم الشاشة نصين. المشهد الاولاني احدى المريضات الله يرحمها، وكنا في المستشفى وكانت نازلة يعني نازلة في بلد غير بلدها، وفجأة تعبت صحيا نقلوها المستشفى، حالتها تدهورت بسرعة جدا لدرجة ان في خلال اقل من دقيقتين كانت راحت في غيبوبة. ما احناش لاحقين نعمل لها حاجة، لا انت لاحق تقيس ضغط ولا سكر ولا تحاليل ولا حاجة، الموضوع بيتدهور بسرعة شديدة. نامت في غيبوبة واحنا واقفين، طب نعمل ايه؟ طب نلحقها ازاي؟ والله العظيم يا جماعة لقيتها وهي في غيبوبة. قامت كأنها سليمة زيك كده بالظبط. قامت قعدت وقالت لا اله الا الله محمد رسول الله، وقامت وقع ميتة. قلت ياه دي يقينا عاشت على لا اله الا الله، عشان ربنا يومتها على لا اله الا الله، عشان ربنا يرزقها الخاتمة العظيمة ده. ايه المشهد التاني؟ في الطيارة، واحد راكب جنب رجل اعمال ومعاه الشنطة وصفقات ومسافر من صفقة رايح صفقة، وهو في الطريق ينزل ملك الموت. ملك الموت ينزل على رجل الاعمال
ما رجل اعمال بيموت، الفلوس هتنفع بايه؟ مفيش نفع هنا. فبدا اللي جنبه يقول له قول لا اله الا الله، ما يقولش. قول لا اله الا الله، ما يقولش. قول لا اله الا الله، ما يقولش. في الاخر بيقول له الكلمه دي مش قادر اقولها. مش قادر تقولها ليه؟ معش عليها يا جماعه، معش عليها. مش في قلبه، قلبه هنا صفقات وفلوس واموال وشهوات ومركز وسلطة ورئاسة وشهرة ونظر ناس ده قلبه هنا، مفيش في قلبه لا إله إلا الله. يقولها ازاي؟ احنا هنقولها ولا مش هنقولها؟ ما هو لا إله إلا الله عاملة زي شريط كاسيت، اللي انت سجلته عليه هو اللي هيطلع لما تيجي تشغله. انت سجلت على قلبك ايه؟ انت مليتي قلبك بايه؟ انت شحنت قلبك بايه؟ يا جماعة الشاشة لسه مقسومة نصين، ما نقفلش الشاشة الوقتي. مشهدين لسه برضو ما يتنسوش. المشهد الاولاني مشهد داعية كان ركب عربيته على الطريق السريع، وفي لقى عربية فيها ولد وبنت شكلهم في معصية الله طايرين على الطريق السريع، بيبص لهم لقى الولد والبنت بعد فتره دخلوا تحت عربيه نقله حادثه قاتله. الداعيه جري بالعربيه بتاعته ناحيتهم، وقفها عندهم، نزل على الولد يلحقه وهو بيحتضن انه يقول لا اله الا الله. بيقول نزلت قعدت اقول له قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله. لقيته بيقول لي انا بكرهه، انا بكرهه والعياذ بالله. قلت يا وهو يحبه منين؟ هيحبه منين؟ هو عرفه فين عشان يحبه؟ هو سمع قرآن قبل كده فين بيتكلم عن ربنا عشان يحبه؟ هو دخل جامع ولا سمع درس ديني عن ربنا قبل كده فين عشان يحبه؟ هو طاعه قبل كده امتى عشان ربنا يكرمه بسبب طاعته فيعرف قد ايه ربنا كريم فيحبه؟ هيحبه ازاي؟ هيحبه ازاي الغلبان ده؟ وده هو فقلق نفسه تحت عربية ماء، انا بكرهه. هي دي اخر كلمة بتقولها قبل ما تقابله؟ هي دي اخر كلمة بتتقفل عليها صحيفتك؟ النص الثاني من الشاشة بنت فتاة ملتزمة دخلت اوضة العمليات وصممت ان هي تدخل وهي صائمة لله سبحانه وتعالى. خرجت من اوضة العمليات، انسان عاشت على حب الله سبحانه وتعالى، خرجت من اوضة العمليات وهي بتفوق من البنك اللي في قلبها. واللي بيطلع اللي في قلبها كان ايه؟ فلان علان الموضوع الفلاني اللي في قلبها كان ربنا. خرجت من اوضة العمليات تقول انا بحبك قوي يا رب، انا بحبك قوي يا رب. وماتت قبل ما تفوق من البنك، ماتت وهي بتقول انا بحبك قوي يا رب. ده شاب بيقول انا بكرهه وهو بيموت، ودي واحدة بتقول له انا بحبك وهي بتقابله وروحها بتصعد اليه. دي عاشت على حب الله، وده عاش على هجر اي طريق يوصله ربنا سبحانه وتعالى. يا اخوانا هنموت على ايه؟ يا اخوانا من عاش على شيء مات عليه. انت عايش على ايه؟ انت عايش على ايه؟ اللي انت عايش عليه الوقت لما ملك الموت ينزل هينزل لك وانت على ايه؟ اللي انت عايش عليه الوقت ليلك قيام ولا غفلة؟ نهارك طاعة ولا غفلة؟ ليلنا ونهارنا يا جماعة احوالنا ايه؟ احنا مستنيين ايه؟ منتظرين ايه الوقتي؟ الموتات بتاعتنا والموتات بتاعت الصحابة الوقتي، الموتات بتاعتنا ايه؟ اللعيب جاب كرة في العارضة، الراجل مات في المدرجات. لا لا ده جاله ذبحة صدرية لان ثمن الاسهم اللي عاملها في البورصة نزلت. لا 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 ده بسبب اللحمة الملبسة والكاتشب والمايونيز الاوردة بتاعت القلب بتاعته اتسدت مات، جاله جلطة مات. لا 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 ده بسبب في طابور العيش اتشكل مع اخوه المسلم عشان رغيف وقتله، ده بسبب 50 قرش اتشكلوا وقتلوا بعض، ده لما المغني اللي بتحبه مات انتحرت، ده لما حبيبها مات راحت انتحرت. مش دي موتات الوقت بنشوفها الوقت في المجتمع؟ موتات الصحابة، موتات سيدنا خبيب وهم معلقينه على النخلة وبيضربوه بالسهام في ايديه ورجليه بيقطعوه قبل ما يقتلوه ويقولوا له أترضى أن يكون محمد مكانك عليه الصلاة والسلام؟ قال والله ما أحب أن أكون في أهلي وبيتي ورسول الله يشك بشوكة. خبيب الموتة دي كانت سبب في إسلام سعيد بن عامر. حرام ابن ملحان لما وقف في وسط الجزيرة العربية يدعو الناس إلى الله، جه المشركين من وراه طعنوه بالحربة في ظهره وبيتكلم عن ربنا، فضل يجيب الدم ينصره على راسه ووشه وهو بيقول الله أكبر، فزت ورب الكعبة، اللي قتله أسلم. دي متاتهم يا جماعة، دي متاتنا، احنا نموت ازاي؟ أنا عايز أسألك الوقت قبل ما أدخل في الموضوع بتاع الدرس، أنا عايز أسألك الوقت أنت هتموت ازاي؟ انت استعدت للحظة الفجائية اللي في اخر 5 دقايق قبل الموت ولا لا؟ يا اخوانا اخر 5 دقايق قبل الموت الشيطان قاعد يستعد لك ليهم من الوقت. ايوه والله الشيطان بيستعد لكل واحد من الوقت لاخر 5 دقايق. فتنة الممات اللي الرسول حذرنا منها، لما الشيطان بيجي في اخر 5 دقايق قبل الموت وانت بتحتضري وانت روحك في الحلقوم ويحاول يشككك في دينك ويحاول يعد لسانك عن قول لا اله الا الله ويحاول يفكرك بمعصيك عشان يقنطك من رحمة الله ويحاول ينسيك انك انت تتشاهد الشهادتين قبل ما تموت. فتنة الممات، الشيطان عارف ان الاعمال بالخواتيم فعايز الخاتمة بتاعتنا يضيعها. هنعمل ايه يا اخوانا؟
هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنستعد لاخطر لحظات في حياتنا ولا لا؟ هنفوق ولا لا؟ هنستيقظ ولا لا؟ انا الدرس بتاع الليله صرخات، صرخات من تحت التراب، مش صرخات من انا، صرخات من ناس ماتت وبعد ما نزلت تحت التراب صرخت واستغاثت. والصرخات دي انا جاي انقلها لكم الليله، انا جاي انقل الصرخات ديت من ناس ندمت بعد ما نزلت تحت التراب للاسف الشديد، للاسف الصرخات دي جايه تفوقنا احنا من الغيبوبه اللي احنا فيها. اول صرخه معايا صرخه من تحت التراب للبنات اللي في غيبوبه، للبنات المتبرجه، انا عايزك تقفي تفتحي الدولاب بتاعك الوقت تاني وتبص في اللبس، ده اللي هقابل بيه ربنا، ده اللي انت هتتحاسبي فيه قدام ربنا، ده اللي انت هتتحاسبي عليه حته حته قدام ربنا، وحته حته لبستيها كم مره وفتنتي بيها كم واحد قدام ربنا سبحانه وتعالى، وتبص لعلبه المكياج واحده واحده هتتحاسبي عليها ذره ذره قدام ربنا سبحانه وتعالى. احدى الفتيات ماتت وهي شابه الله يرحمها، جت احدى النساء تغسلها، فوهي بتغسلها جت تصب الميه على جسمها، لقت لحمها بيتهرى، لحمها بيدوب مع الميه، الست اترعبت حاولت تغسلها لحمها بيدوب، سابت الغسل قالت مش هكمل، مش هكمل ليه مش مكمله غسل، ومشت وسابت البنت. راحوا دوروا على واحده مغسله ثانيه، جت المغسله الثانيه جت تغسل البنت، كل ما تصب الميه على حته من جسمها جسمها يتهري، جسمها يدوب من بعضه، الست اترعبت حاولت تاني، اترعبت سابت الغسل ومشت، قالت انا مش هغسلها انا مش هكمل غسل. راحوا جابوا واحده ثالثه وعارفين ان هي تهرب، قفلوا عليها الباب بالمفتاح من بره، فلما جت تغسلها ولقت جسمها بيتهرى اترعبت، جت تخرج من الباب لقت الباب مقفول، قعدت تنادي عليهم قالوا لها مش هنخرجك الا لما تغسليها، طب اغسلها ازاي؟ اعملي اي حاجه تصرفي. بدات تصب الميه بكمه رزقكم باي طريقه، والبنت لحمها بيتهري لغايه ما غسلتها وكفنتها، قالت لهم انا لازم اعرف دي كانت بتعمل ايه، انا لازم اعرف بتعمل ايه. فضلت وراهم لغايه ما فتحت الدولاب بتاعها، اول ما فتحت الدولاب وشافت اللبس وشافت البناطيل وشافت التيارات القصيره وشافت الفيزونات والبوديهات اول ما شافت اللبس بس خلاص عرفت، عرفت ان كل امرئ يبعث على ما مات عليه، ان اللي مات على لبس يغضب الله بيبعث على هذا اللبس والعياذ بالله. عكس البنت اللي دخل الجامع رضت انها تسمع ربنا، كانت محجبه طلعت درس عن الحجاب، سمعت عن الحجاب البنت انفعلت بكت، قالت انا مش هخرج من المسجد غير محجبه، هتقولي حجاب هنا، لبسوها حجاب قبل ما تخرج من المسجد. خرجت من المسجد دخلت لربنا وهي في الضلال، خرجت والنور مالي قلبها ومالي حياتها، خرجت وهي لابسه لبس الحجاب، بتعدي الرصيف بفرح باول مره في حياتها طايره وحاسه انها ملكه، بتعدي الرصيف وهي فرحانه، جت عربيه خبطتها ماتت. سبحان الله العظيم، ماتت بعد ما اتحجبت بدقايق، دي لو كانت ماتت من ساعة واحدة كانت خاتمتها بقى شكلها ايه؟ دي ماتت وهي تائبة لله. المرأة اللي كانت مع جوزها على السفينة والسفينة كانت بتغرق والناس كلها بتجري على اطواق النجاة وهي بتجري على الكابينة، انت بتعملي ايه؟ اجيب النقاب بتاعي، نقابك ايه؟ احنا هنموت، الا نقابي الا حجابي، واصرت انها تنزل تجيب النقاب بتاعها الاول. هو ده العفاف يا جماعه، رساله، صرخات من تحت التراب لكل واحده ماتت على التبرج بدون توبه الى الله، لم يعفو الله سبحانه وتعالى الا ان يعفو الله سبحانه وتعالى. يا اخوانا عايزين نستيقظ، الصرخات اللي طالعه من تحت التراب الايام دي بقت كتير قوي يا جماعه، صرخات من تحت التراب لكل شاب اتفرج على مواقع اباحيه، مواقع نت اباحيه، قنوات فضائيه منحله، اختلاط في الجامعه، تنزل الجامعه الوقت بعد العصر تلاقي العيال والبنات قاعدين كانهم قاعدين في بيتهم، قاعدين فرشين على الارض كده وقاعدين مستربعين. ايه يا جماعه؟ في اخواننا ده احنا لسه ورانا حاجه اسمها يوم قيامه، انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ انت بقالك 5 ساعات قاعد ربنا غضبان عليك من 5 ساعات؟ بيبص لك نظرة غلط من 5 ساعات وانت على المنظر ده، والشباب اللي بيزني والشباب اللي متجوز عرفي والشباب بتاع العادة السرية والشباب بتاع الاختلاط، صرخات من تحت التراب لهؤلاء الشباب للي ماتوا على هذه الاحوال. الممثل اللي مات في حجرة الزنا، الشاب اللي راود فتاة عن نفسها قالت له انا مستعدية بس على شرط انك تودينا مكان محدش يشوفنا فيه، قال لا انا هوديكي مكان ربنا ما يشوفناش فيه والعياذ بالله. راحوا المكان اللي زعمه، نزل ملك الموت قبض روحه وهو في هذا المكان. البنت جالها انهيار عصبي، خرجت تصوت في الشارع وتصرخ وتقول بيقول ما يشوفه اخد روحه، بيقول ما يشوفه اخد روحه. الشاب اللي حبيبته جات له الشقه لغايه عنده، لما فتح باب الشقه وشافها لقاها في قمه الجمال، حب يعبرها عن انبهاره بجمالها، نزل سجد لها، ملك الموت اخد روحه وساجد، مات وهو ساجد ليها والعياذ بالله، مات على الشرك والعياذ بالله. الشاب اللي يعني وهو مع فتاة على الطريق السريع
عملوا حادثه والعياذ بالله، والعياذ بالله، وهو بيرتكب يعني جريمه يهتز لها عرش الرحمن، عملوا حادثه مات، اهله ما رضوش يستنوا للفجر، دفنوه من غير ما يصلوا عليه عشان الفضيحه. شاب وفتاه كانوا على الطريق السريع ولقوا في وشهم لوري عربيه نقل، الشاب من ربكته جه يدوس على الفرامل، داس على البنزين نزل تحت العربيه، والعياذ بالله. تخيلوا اخواتنا، تخيلوا الخواتيم، الخاتمه ممكن تيجي والانسان بيعمل اي حاجه، ممكن تيجي لك وانت بتطيع، وممكن تيجي لك وانت بتعصي، ممكن تيجي للبنت اللي لبست الحجاب من دقايق، وممكن تيجي لواحده متبرجه، ممكن الخاتمه يا اخواتنا تيجي لواحد زي خاتمه عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه. حسن الخاتمه بقى الناحيه الثانيه، بقى الناحيه الجميله، بقى الوسام الجميل اللي احنا نفسنا فيه. عكرمه اللي لما اسلم ابن كثير بيقول عليه ما علم عليه ذنب منذ اسلم، يعني لما التزم التزم صح، لما تاب تاب صح، لما دخل دخل صح، لما عرف ربنا حياته اتغيرت واتقلبت ومرجعش تاني، خلاص استقام على طريق ربنا سبحانه وتعالى. عكرمة بن ابي جهل مات وهو بيجاهد مع المسلمين ضد الروم، وجرح جراح بالغه، اتنقل لخيمه الجرحى، وهو بيتعالج في خيمه الجرحى هيموت من العطش، جابوا له ميه، جاي يبص في الميه سمع اخوه اللي جنبه عطشان، قال لهم ده اس اخويا اللي جنبي، راحوا يس اخوه، اخوه سمع التالت عطشان قال لهم اس اخويا اللي جنبي، راحوا للتالت لقوا مات، رجعوا للتاني لقوا مات، رجعوا لعكرمه لقوا مات، مات مجاهد في سبيل الله، وان شاء الله شهيد في سبيل الله، ومؤثر اخوانه بشربه الميه احوج ما يكون اليها. يا اخواننا الخواتيم الحسنه وسام شرف يوم القيامه في الحر والعرق والفزع والشمس، والشمس على بعد ميل من الرؤوس ومتعمدة على الرؤوس، والظلام الرهيب والتراب والفزع الاكبر، واحاطة الملائكة بالبشر، ومليارات الملائكة منتشرة وسط البشر، مفيش مخلوق يقدر يتنفس في وسط الواقع الرهيب ده، تلاقي واحد ماشي بيهتف لبيك اللهم لبيك، ايه ده انت مين؟ ده مات وهو بيحج او بيعتمر. يا سلام على الموتى الحسنة، يا سلام، ياه يا جماعة والله العظيم، ياه على وسام الشرف اللي أهل الخواتيم الحسنة بيخرجوا بيه، وفي وسط الفزع ده وكله بيجري قاعد يشحط من بعض حسنة حسنة حسنة، وكله بيهرب من بعضه، وكله بيركب فوق بعضه كالجراد المنتشر، وكله بيفر من بعضه، وكله مش طايق نفسه من الحر، تلاقي واحد ساجد بكل سكينة وبيقول سبحانك، ده ايه ده؟ ده مات وهو ساجد، زي الشيخ كشك الله يرحمه لما مات وهو بيصلي ونازل من الركوع للسجود، ربنا يتقبل منه ويدخله في الصالحين. الخواتيم يا شباب، الخواتيم يا اباء، الخواتيم يا جماعه، الخواتيم هنعمل فيها ايه؟ اخر خمس دقايق قبل الموت هنعمل فيهم ايه؟ الناس والعياذ بالله كان عندنا في الكليه، كان في الطب الشرعي يورونا صور ناس مقتوله وميته، عشان الطب الشرعي وظيفته ان احنا نعرف الناس دي ماتت ازاي وماتت امتى، ده وظيفه الطب الشرعي. كان من ضمن الصور صوره شاب مات وهو بيعمل عاده سريه، جاله اختناق ومات والعياذ بالله، صورته اتصورت وكل سنه الدفعه بتتفرج عليها، ايه الفضيحه دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما ربنا ما يفضحش حد من اول مره ابدا ابدا يا اخوانا. تخيل الشاب اللي بيعمل عاده سريه، تامن انك تموت وانت بتعمل دي؟ الشاب اللي قفل الباب بتاع اوضته كويس قوي وفتح موقع اباحي على النت وقعد يتفرج على الموقع والعياذ بالله، اتاخر ساعه اتنين ثلاثه اربعه، امه مش عارفه هو اتاخر ليه، كسروا الباب دخلوا لقت ابنها ميت عاري قدام موقع اباحي. يا للفضيحه، يا للخزي، ده لما يقابل ربنا يقول له ايه؟ ده مصيبته يا جماعه مش انه كان بيتفرج على موقع، انتوا عارفين ده مصيبته ايه؟ ان كان بيتخفى من نظر المخلوق ومش بيتخفى من نظر الخالق. المعصيه الصغيره بتكبر قوي قوي بحاجات بتبقى في قلوبنا واحنا بنعملها، المعصيه الصغيره تكبر بالفرح بيها، خد السيجاره دي والله انت بتديني سيجاره هديه يفرح، تتحول السيجاره من صغيره لكبير. المعصيه الصغيره بتكبر قوي بالحزن عليها لو راحت، ده الفرقه الفلانيه مش جايه، ده الحفله الفلانيه اللي كان المطرب الفلاني جاي فيها اتلغت، ده الطلعه الفلانيه ولا السهره الفلانيه ولا الرحله الفلانيه اتلغت، ياه ده انا زعلان، زعله ده يحول الصغيره الكبيره. يا اخوانا يا اخوانا، الحزن على المعصيه لما تروح بيخليها كبيره من الكبائر، الفرح بالمعصيه لما تيجي بيخليها كبيره من الكبائر. مراقبه المخلوق وان الشاب يخبي في اوضته ولا تحت سريره ولا في مكان في الشقه ما حدش عارفه حاجه فيها معصيه لله، بيستتر عن الناس وما بيستترش عن الله، ده بيخلي المعصيه ولا يخبيها في فولدر جوه فولدر جوه
جوه فولدر على الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر، ده بيخلي المعصيه دي تتحول الى كبيره مش صغيره، والعياذ بالله. يا شباب يا اخوانا الخواتيم، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في اخر 5 دقايق قبل الموت؟ السواق اللي بيقول هو معدي لقى عربيه لودر طلعت على جنب الطريق طحنت عجنت 5 6 عربيات، وهم بيشقوا الصفيح عشان يطلعوا الجثث من تحت العربيات، لقوا عربيه كان فيها شاب وفتاه في حاله زنا، بيزنوا. ربنا يسحقهم في اللحظه ده اهي يقينا، دي مش اول مره، اصل ربنا ما بياخدش من اول مره، ربنا ما بياخدش من اول مره، ربنا ما بيعاقبش من اول مره، انما العبد لما يتمادى يتمادى يتمادى. طب تعالى بقى، طب تعالى بقى، يا صرخات من تحت التراب للي بياكل حرام، للي بياكل فلوس ربا، للي بياكل ربا بنوك، للي بيقولك لا ربا البنوك، لا البنوك حرام، انا احطها في البوسطه واخد الفوائد بتاعتها. طب وايه الفرق؟ سبحان الله، احنا لما جبنا الخنزير ودهناه بني وكتبنا عليه خروف بقى خروف؟ ما بقاش خروف، ما هو نفسه، ما هو نفس الحرام. اللي فتح اتاليه، اللي فتح قهوه، اللي فتح اتاليه، اللي فتح مشروع حرام، الشاب اللي اول ما اتخرج طلع يشتغل اي شغلانه حرام ولا حلال. يا اخوانا اللي كان ورث، اللي كان مال يتيم، صرخات من تحت التراب لاهل المال الحرام. احد اخواننا الدعاء خبط على بابه في يوم واحد 3 اخوات، فلما فتح لهم الباب فبيسالهم عايزين ايه؟ قالوا له احنا الثلاثه ابونا مات لسه ميت، احنا الثلاثه في ليله واحده كل واحد فينا شاف ابونا قبر مولع عليه، والعياذ بالله. قلت سبحان الله، ده مال حرام، ده كان ورث حد، ده كان مال يتيم، ده كان مرتشي، ده كان ظالم، ده مال حرام. النار اللي في القبر دي يقينا مال حرام، والعياذ بالله. مال حرام، المال حرام احنا مستصرين بيه، المال حرام اللي بقى منتشر في المجتمع دلوقتي، اللي بقى الناس عادي هات فلوسه وخلاص حرام حلال، ما كله بياكل مال حرام، كله بياكل نار، اكل نار، كله بيودي نفسه جهنم، بيودي نفسه جهنم. انت لو تلف عليك كفنك حد منهم يرضى يتلف عليك كفنك مكانك؟ انت لو نزلت تحت التراب واتسالت من الملكين حد منهم يرضى يتسال مكانك؟ محدش هيرضى. يبقى اتقي اللحظه دي، اتقي ربنا. اذا كنت ما تقدرش على عقوبه المعصيه ما تعصيش، اذا كنت ما تقدريش على عقوبه الاعراض ما تعرضيش، اذا كنت ما تقدرش على عقوبه النفور من الله ما تنفرش من مولاك سبحانه وتعالى. جنبنا برج حرامي دخل يسرق شقه من الشقق، والشقه كانت فاضيه، سرق الشقه دخل من المسقط وهو خارج من شباك المسقط، سبحان الله ازاي الله اعلم، خارج من شباك المسقط جسمه اتحشر في شباك المسقط، فضل محصور لغايه ما اتخنق ومات. بعد يوم او يومين واحد بيبص من المسقط شم ريحه او شاف المنظر لقى جثه متعلقه في المسقط، الراجل ميت وايديه فيها السرقه اللي سرقها، والعياذ بالله. يا ربنا بيفضح الناس يا جماعه، ربنا بيفضح الناس. لا ربنا ستين، امال دول اتفضحوا ليه؟ لانهم عاشوا كده فماتوا كده، لانه بارز ربنا بالمعصيه دي مليون مره، وربنا بعت له 1000 رساله وبفرح له 1000 مره باب التوبه والرحمه ما رضاش. خلاص انت اللي مصر على كده والعياذ بالله، انت اللي مصمم على كده والعياذ بالله. كان على احد المشاهد في شبكه الانترنت، يعني كانوا جايبين منظر، يعني جايبين منظر الفتاه بس، مش جايبين منظر حاجه غير الوش بس، فتاه كانت بتصور فيلم اباحي والعياذ بالله وماتت وهي بتصوره، وجايبين منظر وشها وملك الموت بياخد روحها ونظره الفزع وتبرئه العينين ومنظر وشها وهي مرميه على الارض والعروق بدات تظهر في وشها وتعرق في وشها ومنظرها النهائي وهي ميته مرميه ميته، ومنظر وشها منظر قبيح دميم مرعب يصيب بالهلع والعياذ بالله. الخواتيم، الانسان ممكن يموت على اي حاجه، مش شرط على طاعه على معصيه، على اي حاجه. كان في دفعه كليه الطب من سنوات العشره الاول على الدفعه، العشره الاول حاولوا يعني حبوا انهم يعملوا لهم حفله تكريم لوحدهم ورحله لوحدهم، الاتوبيس اللي طالع بيهم عمل حادثه، العشره ماتوا، الاولاني اتنقل مستشفى الطوارئ وكان عنده نزيف في المخ، الدفعه كلها عملت انقلاب، عملت مظاهره، لازم يتعمل له يجي له طياره تنقله يتعالج بره احسن الدوله، ده الاول على الدفعه، ده صاحبنا، ده حبيبنا، نسيبه يموت ازاي؟ لغايه ما نزل لهم عميد الكليه قال لهم والله العظيم يا جماعه، والله العظيم لو في امل فيه هنا او بره كنا نقلناه، انما انتوا بتتكلموا في الموضوع خرج من ايدين البشر ومات، ومات الله يرحمه. دنيا يا اخوانا، اللي كانوا جايين في السلام 98 جايين من السعوديه اكثر من 1000 شاب مصري، الله يرحمهم ويتقبلهم شهداء. انتوا عارفين الشاب اللي بيسافر السعوديه في الغالب بيسافر بتاشيره عمره مش تاشيره عقد عمل، ويقعد يشتغل 4 5 سنين لغايه ما السلطات تقبض عليه وتمسكه وترحله،
اربع خمس سنين ما شافش اهله، اربع خمس سنين مستحمل حياه صعبه، اربع خمس سنين بياكل في الشارع، اربع خمس سنين ساكن سكن اي سكن واي تعب واي ارهاق، راجع عايز يبني وعايز يعمر وعايز يتجوز وعايز يخلف وعايز يشوف اهله وعايز يشتري وعايز يلبس وعايز ياكل، في لحظه السفينه تتحرق تتقلب يقع ويموتوا، في لحظه احنا كلنا في السفينه دي، كلنا في سفينه الدنيا، في لحظه اي حد منا بيتشال. يا جماعه يا اخوانا كل واحد منا له مستقبلين، مستقبل مظنون ومستقبل يقيني. المستقبل المظنون انت ممكن تفضل طول عمرك تحصل شهاده هتموت قبل ما تكسب من وراها شلن، انت ممكن تفضل طول عمرك مسافر بره في عقد عمل هتموت قبل ما ترجع تستفيد من الفلوس اللي كسبتها بشلن. كل الدنيا دي مستقبل مظنون، مظنون ما تضمنش انك هتاخد اي حاجه من اللي بتسعى اليها، انما الاخره مستقبل يقيني، يقينا هتموت، يقينا هتتحاسب، يقينا هتعرض على الله، يقينا هتعدي من على الصراط، يقينا جنه او نار، يقين يا اخوانا، يقين عندنا يقين قد ايه بالاخره. المستقبل اليقيني، حد يشتغل عشان المستقبل المظنون ويسيب المستقبل اليقيني يا جماعه، حد يعمل كده؟ خواتيم صرخات من تحت التراب، صرخات بتستغيث باللي بيشربوا مخدرات، بالشباب اللي ماشي يشرب مخدرات، الشباب اللي بيشرب ترامادول وسومادرين وكيمياء وكيماوي وبانجو وحشيش وروين وافيون وخلطات وتركيبات يا اخوانا ده الرسول بيقول اللي بيشرب الحاجات دي له في جهنم رضغة الخبال، الخبال يعني بيتخبل مخه لما يشربها، رضغة يعني طين، طين ووحل في قاع جهنم والعياذ بالله، بيشربوا اللي كانوا بيشربوا مخدرات في الدنيا، يتخبل عقلهم زي ما كانوا بيخبلوه بإرادتهم في الدنيا، يصابوا بالجنون والعياذ بالله في جهنم لما يشربوه، لما يشربوه بمراره وحرارته وناره والعياذ بالله. حد يا اخوانا يودي نفسه جهنم برجليه؟ المخدرات، احد اخواننا اللي بيغسل اموات بيقول لي كان بيغسل شاب لقى جسمه اسود بطريقه فظيعه ومناخيره بتنزف دم وودنه بتنزف دم، واخوه واقف جنبه قاعد ينهني من البكاء، فسال اخوه بيقول اخوك مات ازاي يعني شكله غريب، فقال له ربنا يغفر له، ما رضاش يقول له، بيقول لي وانا بقلب ايده عشان اغسلها عرفت هو مات ازاي، لقيت مكان سرنجة المخدرات لسه معلم ولسه الدم بينزف من المكان بتاعها، عرفت انه مات بجرعة زايدة. الشاب اللي دخل حمام الجامع ياخد جرعة مخدرات مات في حمام الجامع في جرعة زايدة. الشاب اللي دخل حمام بيتهم عشان جرعة مخدرات مات ووشه في مرحاض البيت والعياذ بالله، في مرحاض الحمام والعياذ بالله. خواتيم اهل المخدرات خواتيم عفنة، خواتيم سيئة لا يضارعها في السوق غير الصرخات اللي جاية من تحت التراب عشان خواتيم اهل الغناء والمعازف. خواتيم الشاب اللي ما عرفش ينام غير على اغنية، الشاب اللي ماشي في الشارع بالام بي 3 ما يقدرش يمشي من غير اغنية ورا اغنية ورا اغنية، مدمن عامل زي قلبه بياخد جرعات الاغاني ما يقدرش يبطلها. الشاب اللي كل الاغاني اللي نزلت واللي ما نزلتش عنده، الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر مليان والام بي 3 بتاعه مليان وشرايط الكاسيت عنده مليانه والعربيه والاغاني بتاعت العربيه مليانه. الشاب اللي اخر اغاني دي بالنسبه له حياته. يا احد الشباب وكان بيشتغل في فرقه من فرق الاغاني ومن اصعب الخواتيم خواتيم اهل المعازف والعياذ بالله، لان اثر المغنيين والمغنيات في تضييع الشباب اكتر من اثر حتى المجرمين والمجرمات والعياذ بالله. كان بيشتغل في فرقه من الفرق وربنا ياذن ويتوب ويرجع لربنا ويسيب الفرقه ويسيب المعازف ويتوب لربنا ويصحب الدعاء ويحضر الدروس ويصلي ويعرف ربنا وقلبه ينور وصدره ينشرح وترجع شياطين الانس تاني ويلفوا عليه تاني. هتكسب منين وهتاكل منين وهتصرف عليك منين؟ استحمل هتستحمل لامتى؟ ومين قال انها حرام؟ ويا عم ان الله غفور رحيم وانت هتعمل ايه؟ بدا يضعف، بدا احد الدعاء يقول له ما تضعفش يا ابني، وهو يرجع وقع ايام وكان بيتصلى عليه في الموت والعياذ بالله. مات بعد انتكاسه من ايام، مات بعد ما ساب طريق ربنا بايام، مات وبينه وبين حساب الملكين ساعات يا اخوانا ساعات. احد الشباب اللي مات في حادثه على الطريق، فكان معاه واحد نجا، فجاب شريط كاسيت كده وعليه دم، شريط اغاني كاسيت وعليه دم واداه لواحد، بيقول له ايه ده؟ قال له الشريط ده هو اللي كان مشغله في العربيه ساعه ما مات، شغله اول مره ما اشتغلش رغم انها عربيه ايه احدث موديل مش من النوع اللي ما تشتغلش من اول مره ولا حاجه، شغله تاني مره ما اشتغلش، تالت مره اشتغل لما اصر بقى ربنا عصمه من نفسه مره واتنين اصر خلاص. الا من ابى هيحصل ايه؟ هيحصل ايه لو الواحد اصر على المعصيه؟
مين يعمل لك اي شيء وانت مصر على المعصية؟ والعياذ بالله. الشهداء المسرح اللي ماتوا هما بيمثلوا، والشموع مسكت في الستاير، المسرح ولع، اول ناس ولعت الممثلين وبعد كده الجمهور. عاش على المسرح فمات عليه، عاش على التمثيل، عاش يمثل على الناس فمات هو بيمثل الناس. الممثل اللي مات منتحر، والممثلة اللي ماتت منتحرة، والممثل اللي مات في ابشع موتة وافقر موتة والعياذ بالله، والممثل اللي مات وصحى لقى نفسه في القبر ومات جوه القبر بعد ما الناس دفنته وبتحسبه ان هو مات، طلع لسه حي. وا 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 خواتيم يا جماعة، خواتيم اهل المعازف، خواتيم اللي اضلوا الناس، خواتيم اللي حاربوا الدين وحاربوا الحق، خواتيم المسوفين اللي قال طيب خلاص انا هتوب بس شوية، هتوب بس يعني فترة كده، انا ان شاء الله ابقى كويس بس خليكم معايا. انا اعرف احد الشباب كان لما يشوفنا يا جماعة تعالوا حطوني شرايط دينية على الهارد ديسك بتاعي، يا جماعة تعالوا ادوني، وبعد كده ما تشوفوش ولا تسمع عنه حاجة ولا. سبحان الله، مرة لقيت واحد بيقول لي فلان مات. ايه فلان مات ازاي؟ مات. نزلت الكلية بتاعته عشان اشوف مكان بلده عشان انزل اصلي الجنازة عليه، نزلت لقيت الاعلان بتاع النعي بتاعه متعلق، واصحابه ولاد وبنات تحت النعي قاعدين يجروا ورا بعض، الولاد ورا البنات والبنات ورا الولاد. قلت يا تفتكر فلان صاحبنا لما مات؟ سبحان الله العظيم، اخ فلان لما مات وصاحبه اتخنق وهو بيتغسل مش قادر يقف جنبه، خرج بره فتح العربية شغل الاغاني وقعد يشرب سجاير مخنوق عم يغسله صاحبه. يا ما افتكرش صاحبه، وصاحبه بيتغسل وصاحبه لسه بيتغسل. كان احد الناس في الحرم، احنا عايزين يا جماعة نلحق، عايزين نبتدر، عايزين نلحق الفرصة اللي احنا لسه فيها، احنا لسه في الفرصة، لسه اخر 5 دقايق قبل الموت نجوش، لسه لغاية دلوقتي بايدينا ان احنا نغير مسار حياتنا، ان حياتنا لا يمكن تستمر كده، ان احنا نبدأ ناخد قرار ونبدأ نصلح اتجاهنا ويبقى حياتنا كلها يقظة وطاعة وانطلاق لله، ونبقى مستعدين في اي لحظة ان ملك الموت يتنزل علينا. احنا مستعدين يا رب، احنا مستنيين اللحظة اللي هنقابلك فيها يا رب، زي الصحابة ولقد كنتم تمنون الموت، كانوا بيتمنوا يموتوا ليه؟ عشان يقابلوا ربنا، عشان يدخلوا الجنة، عشان ياخدوا ثواب الصيام والقيام والجهاد والدعوة، عشان ياخدوا ثواب الذكر اللي ذكروا ربنا به، عاشوا حياتهم بيستعدوا للقاء الله، فكانوا بيتمنوا لقاءه. انما الوقت الناس بتترعب من الموت ليه؟ هقابله اقول له ايه؟ هقول له ايه وانا ياما اجلت ياما. احد اخواننا الدعاء اتصلت بيه، يعني واحدة قالت له تعالى فلان في حالة شديدة، شاب من الشباب في حالة شديدة جدا صحيح، جري على هذا الشاب بيقول دخلت لقيت عينيه فيها نظرة رعب رهيبة، وقعد يبص للي حواليه كلهم، انتوا هتسيبوني لوحدي؟ هتسيبوني لوحدي ازاي؟ انا ما اقدرش، هتسيبوني لوحدي في الحبس الانفرادي اللي تحت التراب ازاي؟ انتوا عمركم ما سبتوني لوحدي، انا ما اقدرش انزل تحت لوحدي، هتسيبوني ازاي؟ وعينيه فيها نظرة هلع، وقعد يبص لهم كلهم. بيقول فقربت منه وقعدت طبطب عليه واقول له رحمة ربنا واسعة، قال له لا رحمة ربنا مش ليا، قال له رحمة ربنا واسعة كل شيء، قال له لا انا رحمة ربنا مش ليا، انا زنيت، انا شربت مخدرات، انا حرضت على المعاصي، انا عملت وعملت وعملت، وقعد يبكي وينهنه ومات في هذا المرض والعياذ بالله. قلت سبحان الله، انت جاي الوقت تبكي؟ انت جاي الوقت تشوف رحمة ربنا فين؟ رحمة ربنا الواسعة العظيمة، ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا يا رب. انت الوقت جاي تندم؟ انت بعد العمر اللي ربنا ادولك لسه جاي يا شاب يا حبيب قلبي توب الى الله. بس لما الامتحانات تخلص. يا ابن امتحانات ايه يا ابن؟ الامتحانات دي مستقبل مظلوم، لقاءك بالله مستقبل يقيني، لازم تشتغله الاول، الامتحانات الاول، غرزة الامتحانات. يلا حبيب قلبي، لا 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 لا، اما الاجازة والصيف بقى والمصايف تعدي، جات الدراسة اللي بعدها، يلا يا ابني، اما امسك شهادة في ايدي، مسكت الشهادة في ايدك، يلا يا ابني على ربنا، اما الاقي وظيفة الاول واستقر، لقيت وظيفة يلا يا حبيبي، لا اما اتجوز ولاقي بنت الحلال، لقيت بنت الحلال وكرمك ووفقك، لا اما خلف بقى ليا ذريه، خلفت الذريه، اعمل لهم مستقبلهم، امنت بقى عندك 60 سنة، مت نزلت تحت التراب، قلت يا رب 10 دقايق ارجع اصلي ركعتين توبه ليك يا رب. يعني انت بقالك 60 سنة ما فضلتش تقف مع نفسك 10 دقايق تغير مسارك، 10 دقايق تتوب لربنا، 10 دقايق تصلح ركعتين، تصلي ركعتين توبه. هنفوق امتى يا شباب؟ هنفوق امتى يا جماعه؟ هنفوق امتى؟ هنتوب امتى؟ هنستيقظ امتى؟ هنستعد لاخطر امتحان في حياتنا امتى؟ هنستعد للامتحان اللي لو سؤال واحد جاوبناه فيه غلط نضيع كل حاجه امتى؟ امتى يا جماعه؟
امتى خواتيم اهل التسويف؟ اللي قال سوف، اللي قال هتوب، اللي قالت ان شاء الله هتحجب، اللي قالت اما اتجوز ان شاء الله اعرف ربنا، انا يا رب جاي لك ان شاء الله بس شويه بس اما اعيش شباب يا رب، اللي اجل واللي سوف، دول لما يقابلوا ربنا سبحانه وتعالى في الحرم، في وش الحرم المكي، فندق له واحد صاحبه يعني واحد سعودي عمره ما دخل صلى في الحرم، عمره ما دخل. احد الناس من قريه من القرى اللي جنبنا شغال معاه في الفندق، بيقول لما مات شلنا جثته عشان ندخل نصلي عليه في الحرم. الراجل بيقسم ان حاولوا يدخلوا جثته من كل ابواب الحرم، ولا باب عرفوا يدخلوا الجثه منه، ولا باب قدروا يدخلوا الجثه منه، لغايه ما الصلاه خلصت والصلاه انتهت وما تصلاش عليه في الحرم. انت ما دخلتش بيتي وانت حل حي على رجليك، الله عزيز مش هدخله لك، مش هدخله لك وانت ميت، ولا حتى وانت بتصلى عليك. مش بقول لك يا اخوانا في ناس ما بتفوقش غير وهي بتصلى عليها، في ناس ما بتفوقش غير تحت التراب، احنا قاعدين نفوق واحنا لسه فوق، واحنا لسه نقدر نصلح، واحنا لسه نقدر نغير، واحنا لسه في ايدينا، جوارحنا في ايدينا، الروح ما خرجتش من اي حته منها، كل حته في جسمنا الروح فيها لسه، نقدر نطوع بها ربنا سبحانه وتعالى. هنستعد امتى؟ الذنوب اللي علينا هنتوب منها امتى؟ الطاعات اللي فرطنا منها هنعوضها امتى؟ الفرائض اللي مطلوبه منها هننفذها امتى؟ هنبقى على مراد ربنا سبحانه وتعالى امتى؟ صرخات من تحت التراب لاهل الاستهتار. لكل انسان مستهتر، لكل بنت مستهتره، لكل مغني مستهتر، لكل شاب مستهتر، لكل واحد في الدنيا دي كلها مستهتر. صرخات. كان احد المليارديرات اللبنانيين ملياردير، وكان يعني بيعمل حفلات وخمر وزنا مع اصحابه، فراح بنى لنفسه مقبره بملايين الدولارات، رخام كله مستورد. قال لهم المقبره دي احنا الوقت بنسهر فيها ونوقع في الزنا ونشرب خمره، لما اموت واتدفن فيها تعالوا اسهروا وهطلع من تربتي واسهر معاكم. هذا الرجل وهو راجع مره لبنان في طياره، تقع الطياره في البحر المتوسط، يموت ما يعثرولوش على جثه حتى هذه اللحظه اللي احنا فيها، ورثه كله يروح لبنته، بنته تموت ما لهاش ذريه غير كلب كان عندها، كل الورث ده يروح للكلب في الاخر في الدنيا، وهو مات حتى الان حتى ما اتدفنش في المقبره اللي كان بيتكلم عليها. سبحان الله. الاستهتار وحش قوي يا جماعه، بلاش نستهتر يا شباب، يا شباب بلاش نستهتر. لما الواحد بيوقف مجموعه من الشباب ولا يتكلم مع شاب ولا يلاقي ولد واقف مع بنت في مكان غريب كده يقف يكلمه، يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي انت بتحبها، لو بتحبها خاف عليها، انت كده هتوديها جهنم، ويا لو بتحبك تخاف عليك، ده هي كده هتوديك جهنم، هتخلي ربنا يغضب عليك. تقف تكلمه تحس بقمه الاستهتار وهو بيبص لك وبيسمعك. استهتار ليه يا جماعه؟ مستهترين ليه؟ في بلد من البلاد اللي جنبنا احد الشباب كان شاب عاصي، تدخين، مخدرات، بنات، كل حاجة، شهوات، كل حاجة، وفجأة يلتزم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولما يلتزم يرتحي ويجتهد ويبقى من الناس بتوع السنة ويجتهد في الدعوة ويبقى من أنشط الشباب في الدعوة في هذه القرية، ويفضل على هذا الأمر فترة ويطلب علمه ويبقى شاب ما شاء الله مال الدنيا خير، وفجأة يفتن، فجأة أمراض القلب القديمة تصحى، فجأة شلة سوء القديمة ترجع، فجأة نوازع الجحود لنعم الله تصحى، يبدأ يرجع تاني، يبدأ ينزل. يا صاحبي بيقول لي شفته حالق دقنه يوم فعايزين نكلمه، تاني يوم ماشي ماسك السيجارة في بقه قاعد يدخن في الشارع كأنه بيقول محدش كلمني، محدش يدعو مني، محدش يقرب مني. بيقول لي صاحبي ده تلات أيام وكنا بنصلي على جنازته، ثلاث ايام وكنا بنصلي على جنازته. دي مصيبه الاستهتار، مصيبه الاستهتر، مصيبه الاستهتر انه في اخر لحظه ممكن يضيع نفسه قبل ما صحيفته تتقفل بساعات، يدمر نفسه ويضيع نفسه والعياذ بالله. صرخات من تحت التراب، صرخات كتير قوي والله يا جماعه، صرخات كتير وانواعها كتير. الشباب اللي مستهتر بالاختلاط، انت ممكن تعيش على طاعه وتموت على معصيه، ممكن، حصلت. اللي ما حافظش على نعمة الطاعة، اللي ما قدرش نعمة الكلمتين اللي بيسمعهم الوقت، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ممكن الكلمتين دول اخر رسول ليك. اللي مش مقدر نعمة الدين، عارفين قصة برصيصة؟ عارفين برصيصة العابد اللي فيه كذا آية من آيات القرآن المفسرين قالوا نزلت فيه؟ برصيصة عبد بني اسرائيل اللي كان بيضرب بيه المثل في العبادة في بني اسرائيل، اللي بنى صومعه على جبل وقعد يعبد ربنا ليل نهار وكان مثل للعبادة وسط بني اسرائيل. عارفين برصيصة؟ الشيطان ما كانش عارف يعمل معاه حاجة، عايز يجيبه للدنيا مش عارف، عايز يفتنه عن الدين مش عارف، عايز يفتنه عن العبادة مش عارف يعمل ايه.
احد الابال ساله سيبهولي هتعمل ايه سيبهولي، راح لبس زي عابد وبنى صومعه على الجبل جنب برصيصه وفضل يعبد ربنا ليل نهار جنب برصيصه. لو برصيصه تعب هو ما تعبش، لو برصيصه فطر هو ما فطرش، لو برصيصه خرج يستريح من العباده 10 دقايق بره الصومعه يلاقي الشيطان ما بيبطلش ذكر وعباده. شوفوا المدخل يا اخوانا، بعد فتره لما الموضوع استوى دخل الشيطان على برصيصه قال له يا عبد الله علمني مما علمك الله. قال له انا اعلمك؟ ده انت اللي ولي من اولياء الله، ده انت اللي تعلمني. قال له طيب انا هعلمك اسم الله الاعظم الا لو قريته على حد الجن ماتسوا الجن يخرج ويسيبه على طول، وعلمه اسم كذب فيه عليه. وراح الشيطان بدا يمس اي حد في القريه يجيبوه البرصيصه، برصيصه يقرا عليه الاسم اللي الشيطان علمه له يقوم الشيطان يخرج، فبرصيصه يعتقد ان هو ولي والناس تعتقد ان برصيصه ولي، يروح الشيطان يمس الثاني والثالث والعاشر والعشرين لغايه ما الموضوع استوى. خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم يا شباب، خد بالك يا ملتزم يا اللي قاعد تسمعني، خدي بالك يا منقبه يا اللي قاعده تسمعيني، الف ملتزم انتكس والف منتقبه انتكست، خدي بالك يا اللي لسه داخل الطريق جديد واللي لسه داخل الطريق جديد، خدوا بالكم يا ايها التائبين الجدد، خدوا بالكم يا جماعه، عرفوا الشيطان بيوقع اللي دخل تاني ازاي، اللي ودخل بيوقعه ويضيعه ازاي. بعد كده الشيطان راح مس اجمل فتاه في هذه القريه، جابوها البرصيص على طول، قرأ عليها الاسم ما خرجش، لا قرأ تاني ما خرجش، لا قرأ تالت ما خرجش، في ايه؟ الشيطان جاله قال له يا برصيصة ده شكلها كده ذنوبها كتير قوي، قعدها عندك شوية توب على ايديك، فلما تقرأ عليها الاسم الاعظم الشيطان يخرج. برصيصة قال له انا ازاي؟ لا يجوز، ده فتنة، احط الفتنة قدام عيني ازاي يا برصيصة؟ ده انت برصيصة، هو انت اللي تفتن؟ هو انت اللي يضحك عليك؟ لا انت لا يمكن تتأثر. هي دي المصيبة، هي دي اللي ضيعت ناس كتير قوي، انه بيحسب انه لما يتحط جوه الفتنة هيفضل عقله معاه، ما يعرفش ان جوه الفتنة عقله هيتمحى بنار الشهوة. كثير من الشباب وقع للاسف الشديد، يقول لك انا عامل قنوات الدش، طب شفر القنوات المنحله، لا لا ده انا بقلب على الاسلاميه بس. يا ابني وانت بتقلب ممكن تشوف منظر تقع، يقلب يشوف منظر يضيع، يجي يعيط بعد كده. يا ابني ما تدخلش على النت ما دام ما فيش حاجه ضروريه عشان ما توقعش نفسك. يا ابني ما تقفش في ساحه الجامعه وقت الاختلاط والتبرج، ما تقفش غير لحاجه ضروريه. حبيب قلبي اعتزلوا مواطن الفتنه، الاختلاط حرام، اختلاط الا حرام، ده اختي ده اخويا ده نيتي ده بيعرف صحين الفجر ده بتعيني على طاعة الله. طيب خلاص خليكوا كده لغاية ما يحصل لنا اللي حصل لبرصيصة، حطها قدام برصيصة واهلها وافقهم، فضل الشيطان كل شوية يصرحها تتكشف، يفتن برصيصة يصرحها تتكشف يصرحها تتكشف، لغاية ما نار الشهوة في لحظة عمت برصيصة فوقع عليها زنى بها فحملت. جاله الشيطان قال له يا برصيصة تعمل ايه؟ هعمل ايه مش عارف. قال له يا برصيصة تتفضح، طب والحل؟ تقتلها وتتويها وتقول لأهلها انها هربت. اقتلها ازاي ده حرام؟ امال برصيصة يتفضح؟ اقتلها وهترجع بعدها راجل صالح تاني، وهترجع بعدها عبد صالح تاني. قتلها وتواها وقال لأهلها دي هربت. الشيطان راح لأهل القرية قال لهم ما هربتش، بنتكم مقتولة في المكان الفلاني وهي حامل. راحوا شافوها لقوا الموضوع مظبوط، اهل القرية كلهم طلعوا على صومعة برصيصة يكسروا عليه الصومعة، دخلوا الشيطان وهو ملهوف ومفزوع جوه الصومعة. قال له يا برصيصة انت عايزني انجيك؟ قال له اه انجدني. قال له اسجد لي. قال له ايه؟ لا ما اقدرش، ده شرك بالله. قال له اسجد لي والا سيبك، ما اقدرش اسجد لي. سجد له، سابه، كسروا الباب، دخلوا قتلوه، مات على الكفر والعياذ بالله، مات على الكفر. يعني الشيطان فضل يلف اللفه دي كلها عشان اخر خمس دقايق قبل الموت، عشان خاتمه السوق مش عشان المعصيه. مش انا من الاول بقول لكم ان الشيطان مستني لكل واحد مننا الخمس دقايق دول؟ مش بقول لكم ان دول اخطر خمس دقايق في حياتنا؟ طب والشيطان ضيعه ازاي؟ من الفتنه، من ان هو ما اعتزلش مواطن الفتنه، من الاختلاط يا جماعه، الاختلاط بين الاولاد والبنات، اللي مال الجامعات والمواصلات والشغل والعلاقات العائليه، وده بنت عمك وده بنت اخوك وده جارتك وده زي مرات صاحبك وده زي... يا اخوانا الاختلاط دمر برصيصه، ما يدمرناش احنا. صرخات، صرخات من تحت التراب كتير قوي قوي، صرخات من تحت التراب لا يحصى عددها. كان احد اخواننا رايح، يعني رايح يزور واحد قدام نوادي افراح، ونوادي الافراح شغاله ايه بقى؟ شغاله ومعازف واغاني وزي ما انت عايز تقول قول، وزي ما انت عايز تسمع تسمع، وتبرج، والبنت دي سايبه شعرها للكوافير بقى لعشر ساعات، ودي لابسه فستان سواري ما انزل الله به من سلطان يوديها يا وابوها وامها في نار جهنم والعياذ بالله ان لم يتوبوا، والالوفات مدفوعه عشان المعازف والفرق. فصاحبي هو طالع في بيت واحد في وش النوادي،
بيقول سمعت صراخ رهيب مرعب، فجري يشوف نظر الصراخ ايه، بيقول لي لقيت عروسه وهي بترقص في زفتها ليله فرحها وقعت ماتت. ياه افتكرت ساعتها التلات عرايس اللي ماتوا تحت عماره واحده في لحظه، والعربيات واقفه بالزفه بره مستنياهم، في لحظه ماتوا هم وكل اللي معاهم. افتكرت العروسه اللي ليله دخلتها عريسها حطها على الكوبري على النيل عشان يتصور، قامت واقعه مقلوبه في النيل، بدل ما تنام في شقتها نامت في القبر، بدل ما ينام معاها ليله الدخله ليله البناء اتصلى عليها في هذه الليله. سبحان الله العظيم، احد اخواننا بيغسل اموات، وهو بيغسل احد الشباب لقى امه من بره بتعيط وبتقول ده والله العظيم كان فرحه النهارده، والله العظيم كان فرحه النهارده. فالواد يعني الكلمه فزعته، فسال هو في ايه، عرف ان ده كان النهارده ليله دخلته. الصبح معاه كارت دعوه فرح ليه، لقى واحد صاحبه على الرصيف التاني على الطريق بيجري بيعدي يديله كارت الدعوه، جت عربيه خبطته ماتت. ربنا يغفر له ويرحمه. ليه الرسائل دي كلها؟ عشان نفوق، عشان نستيقظ. لعيب الاهلي اللي من سنتين وقف قمه شبابه وقع مات في لحظه، شفتها بعيني على شبكه النت، لعيب اجنبي في ماتش اجنبي جاب جون، الماتش اتقلب والناس اتقلبت واللعيبه اتقلبت وهو بيجري، وبعد كده حس ان هو دايخ، الكاميرا مصوراه قام مايل كده لتحت كده على ركبته بايديه على ركبته زي الراكع لمده ثواني، وفجاه خر جثه هامده على الارض وقع ميت. الكاميرا جايبه منظر اصحابه هيتجننوا هيموتوا ازاي، بقى ملك الموت كان معاهم في الملعب بينزع روحه وهو حاطط ايده على ركبته ومحدش داري. الخواتيم يا شباب، الخواتيم بتروح في لحظه، الدنيا بتروح في لحظه. الملك اللي قال انا هتهنى بيها يوم هتصفى ليا، ما بتصفاش، هتصفالي. هاتوا جنينه اقفلوها عليا انا وفلانه الجاريه بتاعتي حبيبتي اللي زي القمر، وهاتوا كل انواع الطعام والشراب ومحدش يدخل علينا. قعد يستمتع ويصاحبها ويلعبها طول اليوم. عند العصر قال لها افتحي بقك افتحي بقك، حدف لها عنبايه في بقها يلعبها، نزلت في حنجرتها اتخنقت ماتت. ماتت في لحظه، ما قدرش يستوعب، فضل عين جثتها جنبه جنب العرش بتاعه لغايه ما ريحه الجثه طلعت، اضطر ان هو يدفنها. ما بتصفاش يا اخوانا ولا هتصفى، هي الدنيا كده، هي الدنيا كده وبتروح في لحظه والله العظيم. وفي ناس ربنا بيرسل لها انتقام قبل خاتمه السوق، مش شرط الانتقام يجي عند الخاتمه، ممكن قبل الخاتمه. احد الشباب في شارع من الشوارع اللي جنبنا كان والعياذ بالله بيقع كل يوم في الزنا مع الفتاة، وشاب ايه بقى نظافة ورواشة وعطور ويعني والعياذ بالله شاب حياته كده، حياته في الموبقات ده ايه. فاحد اخواننا اللي ساكنين معاه في الشارع بيقول شفته مرة ماشي بعد فترة انقطاع، لقيته هدومه مقطعة وشكله مبهدل ووشه تايه وماشي شكله غريب جدا. فبيقول لي فسأل ايه ده ازاي فلان ماشي كده، قالوا له ده اتجوز، ولما اتجوز ربنا ابتلاه بمرض ما قدرش يقرب من مراته، فهو طبعا كان مقطع السمكه ودلع قبل كده فكان هيتجنن. فبعد فتره داخل على مراته لقاها بتخونه مع واحد، ما قدرش اعصابه تستحمل المشهد، جاله جنون والعياذ بالله فقد عقله. انتقام من ربنا قدام الناس، بقى مشهد حي متحرك قدام الناس، الناس كلها شايفينه قدام عينيهم، انتقام ربنا قبل خاتمه السوق. وياما ربنا بيبعت لنا رسائل يا جماعه، ياما في رسائل تحذير. احد الشباب داخل جامعه 6 اكتوبر وهو داخل وفي بنت معديه، يبص ولا لا، بيبص واحد بعربيه كارو معدي جاي ينزل بالكرباج على الحمار، نزل بيه على وشه، بيجري على احد الدعاه يعيط له، قال له يا ابني ده كرباج الدنيا، خاف من كرباج الاخره، خاف. احد اصحابي اصدقائي يعني احد الناس اللي اعرفهم يعني ربنا يتوب علينا جميعا يا رب، يحدثني انه ذات مره اتفق مع فتاه على انه يقع معاه في الزنا ايام ما كان في الجامعه والعياذ بالله، واتفق على الميعاد اللي هيروح لها فيه. بيقول لي روحت نمت عشان اصحى على الميعاد، بيقول لي صحيت لقيت جسمي كله برابيق برابيق ودمامل ومؤلمه وبتاكل في الجلد، بيقولوا كان يعني كان مرض شديد جدا، جابوا له استاذ امراض جلديه من الكليه قال لهم ده مرض شديد وممكن يسيب تشوه في جلده كله ولازم يتعامل معاه بدقه شديده ولازم ياخد العلاج بدقه شديده ويستحمل اي الم ما يمسش اي دمل ولا اي بربوه ولا اي حبايه لغايه ما المرض صرف عنه. قلت سبحان الله، ربنا عصمك، ربنا انقذك. كام مره ربنا انقذنا يا شباب، كام مره ربنا انقذنا يا جماعه، احنا الوقت وصلنا لنهايه الحلقه، كام مره ربنا انقذنا.
الصحابي اللي كان كل ما يقسم يقول لا والذي لم يميتني في بدر، لا والذي لم يميتني في بدر. يعني ايه؟ كان في بدر بيحارب مع المشركين، لو كانت قتل في بدر كان راح فين؟ لو انت كنت مت على المعصية اللي عملتها السنة اللي فاتت كنت رحت فين؟ لو انت كنت مت على المعصية اللي عملتها الليلة الفلانية كنت رحت فين؟ لو ربنا خدنا على معصينا هنروح فين يا جماعة؟ يا اخوانا القصص اللي حكيتها دي كلها عبرة، يا تعتبر يا هتبقى انت عبرة، يا تعتبري بيها يا هتبقى انت عبرة، تعتبر ولا تبقى انت عبرة؟ يا جماعة يا جماعة إنا أنذرناكم عذابا قريبا، عذاب قريب. أحد إخواننا نزل يصلي في مكان خلوي وطلع لي بحتة عظمة لطير من الطيور، قال لي إنا أنذرناكم عذابا قريبا. خلاص عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لما يلاقي الحيوانات ربنا قال لها كوني ترابا يقول يا ريتني كنت حيوان. يا مغني يا اللي فرحان إن اسمك بدأ يتشهر وصورتك على ألف كفر وكفر، يوم القيامة تتمنى إنك كنت تبقى مكان الكلب الولف اللي كنت بتشده في ايديك، ولا مكان القطة اللي كانت بتيجي تتمسح على باب بيتك الصبح. الواحد يتمنى انه كان يبقى حيوان. سبحان الله العظيم. يا اخوانا الخواتيم يا اخوانا مستعدين ولا لا؟ اخر حاجة بقولها لكم، مستعدين ولا لا؟ درس الليلة هدفه كله ان احنا لازم نبقى مستعدين في اي لحظة، الخاتمة هتيجي في اي لحظة، ملك الموت هينزل في اي لحظة. انت عايش على ايه عشان تموت عليه؟ اختار موتك من الوقت، افرش قبرك من الوقت، اختار الموت اللي هتقابل بيها ربنا من الوقت، اختار الوسام اللي هيتعلق على صدرك وانت بتقابل ربنا من الوقت. الحاجة اللي لازم اقولها لكم الليلة ان حالنا ده لا يمكن يستمر كده، الطائع لازم يزود، والغافل لازم يفوق، والعاصي لازم يقف مع نفسه واقفه يرجمها يلجمها يقول لها توديني فين؟ انا ما استحملش عذاب ربنا، هتوديني فين؟ فوقي فوقي وفوقيني معاكي، خديني للجنه بلاش انا وانت نترمى في نار جهنم، ما نستحملش عذاب ربنا سبحانه وتعالى. لا يمكن نستمر كده يا جماعه. كل واحد اللي لازم ياخد قرار، لازم ياخد قرار انه يتغير، لازم ياخد قرار ان حياته ما تمشي زي ما فاتت، لازم ياخد قرار. انت مستعد الليله يتقفل عليك اي قبر من القبور المفتوحه؟ مستعد الليله انك تلاقي نفسك بين الملكين بتتحاسبي؟ مستعد الليله انك انت تبقى بين ايدين ربنا كاشف حساب عن كل حاجه عملتها؟ لازم نبقى مستعدين لان الموت هيجي في لحظه. انا عايز اوصيكم توصيه نستعين بها على نفسنا وعلى الالتزام الجد بقى. بكره السبت ان شاء الله 13 في الشهر العربي، السبت والحد والاثنين 13 و14 و15، السبت والحد والاثنين 13 و14 و15، ثلاث ايام بيبعد وجوهنا عن النار، كل يوم 70 سنه يعني 210 سنه، وكل يوم في دعوه مستجابه، ندعي ربنا بقلوبنا. لكل واحد صام يا رب اهدينا يا رب، يا رب توب علينا يا رب، يا رب ثبتنا يا رب. انا هدعي الوقت يا جماعه، انا هدعي لان في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ما نملكش غير الدعاء، في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ما نملكش غير كلمه يا رب، في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده الفتن اللي عاد الواحد قلبه بيغلي وهو شايفها في الشارع، الفتن اللي ممزقه المسلمين شباب وبنات واباء وامهات، ما عدناش نملك غير كلمه يا رب. قولي معايا يا رب، قول معايا يا رب، الاباء والامهات والشباب والكل، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم غيرنا، اللهم اصلحنا، اللهم انا عجزنا عن اصلاح انفسنا فاصلحنا، اللهم انا حاولنا ان نصلح انفسنا وعجزنا يا رب فاصلحنا واعنا على انفسنا يا رب، اللهم لا تردنا على اعقابنا منتكسين، اللهم انا نستغيث بك ان تثبت قلوبنا على دينك وان تهدينا يا رب وتهدي كل احبابنا واصحابنا واهلينا يا رب العالمين. اللهم انزل هدايتك على شباب المسلمين وفتيات المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين واطفال المسلمين، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم اننا كم زللنا وكم سقطنا وكم اذنبنا وكم عصينا، وانا نتوسل اليك ان تتوب علينا يا رب، ونتوسل اليك ان ترحمنا يا رب، تبنا اليك ورجعنا اليك وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك على الا نعود الى المعاصي ابدا، عدنا اليك يا ارحم الراحمين فاقبلنا على ما كان منا يا الله يا الله، واشرح صدورنا للهدى وثبتنا وارزقنا الصحبة الصالحة يا ارحم الراحمين، امين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.